هذا الماضي وصلنا لعند موضوع البوليان، مظبوط. خدنا درس تايد آخر حاجة، صح؟ اليوم بنحكي على البوليان. دي لما أقول بار إكس بيساوي 5، إيش قيمة إكس يا جماعة؟ 5، إيش نوعها؟ نمبر. نمبر بار هو التعريف فاريبل، نوعها نمبر، صح؟ واي وزد نفس الكلام. لما أقول إكس بتساوي واي، هل بدي أعمل لك الساينمنت؟ لا، اذا عملت مقارنه ايش بترجع هذا الكلام؟ ترو او فولس، في الاولى ترو والثانيه فولس، صح؟ حسب القيم. لو قلنا 10 اقل من 9، ترو او فولس؟ ترو، مظبوط. هذا بالنسبه للمقارنه. الان نجي نفصل في المقارنات. لو قلنا يساوي، فريقوا معي يا جماعه، يساوي. اذا قلنا 5 تساوي 5، هذا ايش؟ مقارنة، ايش الناتج؟ ترو ولا فولس؟ ترو. لو قلنا 5 تساوي 5 بين دبل كوتيشن، برضه ترو. اوكي؟ فاليساوي يساوي بتقارن حتى لو كانت القيمة الثانية سترينج. اوكي؟ اليساوي يساوي 3 يساوي، عشان ترجع ترو لازم تكون القيمتين متساويات قيمة ونوع. في الأولى حكينا عن نوع، لا يعني في الاولى يساوي لو كانت الخمسه الاولى او الرقم الاول جاي بين كسترينج او مش كسترينج بترجع ايش؟ ترو. الثانيه لازم تكون 5 تساوي 5، لازم تكون الثنتين ايش مالهم؟ يا الثنتين سترينج يا الثنتين ارقام. اما 5 و5 سترينج رجع ايش؟ فولس، واضح؟ فالتساوي في الاولى لازم يكون في القيمه وفي النوع. متفقين يا جماعه؟ اللي لا يساوي هذه متى بترجع ترو؟ اذا كانوا مش متساويات، مظبوط. لو قلت 5 لا يساوي 5 فولس، 6 لا يساوي 5 ترو، صح؟ طب 6 لا تساوي 5 بين دبل كوتيشن، برضه ترو لانه لا غير متساويات، صح؟ يبقى برضه هذه ما تطلعش على النوع، تطلع بس على مين؟ على القيمه، تطلع بس على القيمه. لا يساوي هذه، يعني هذا الشكل، هل لازم يكون عشان ترجع ترو لازم يكون مختلفات يا اما في القيمه يا اما في التايم، يا اما الاثنين مع بعض. يعني اذا قلت 5 لا يساوي 5 اثنتين نمبر، ايش راح يرجع؟ طيب حاسكم مش كثير مستوعبين، شو رقم الشعبه هاي؟ شو رقم الشعبة؟ مية ستاشر. يعني نعمل ملف جديد مثلا، شو رقم الشعبة هاي؟ مش عارفين. يعني انتم المفروض تحضر اي محاضرة اللي قبل هاي؟ ليش ما هاتوش؟ اوكي، مفيش مشاكل، نعمل ملف جديد. بس شو رقم الشباب معاكم؟ جدول؟ الأحد من 12 لـ 2 126، 126، 100 120 126، هذا هو. هذا الملف اشتغل المرة الماضية، نكمل هان. أوكي، الآن بدي أقول هان كونسول دوت لوج ده الإكس تساوي أو بدون إكس 5 تساوي 5، شو الناتج؟ ترو. جميل، 5 هيك برضه ترو، لانه هاي ما بتطلع على التايب،
هذه ما بتطلع على التايب، تطلع مين بس؟ تطلع على القيمة. فنفتح هذه 126 في الصفحة بتاعتنا 126، شوف الكونسول ايش طابع فيها. طابع ايش هان؟ الكونسول ترو صح؟ متى هذه يعني هاي بس بتطلع مين؟ على الفاليو، على طلعش الطيبة هيك. هل هذه بتساوي هذه؟ قيمة ولا هل هذه بتساويات؟ لا، لانه اختلفوا في ايش هم؟ اختلفوا في انه اختلفوا في ايش؟ انه ففولس، واضح؟ هذه بالنسبة لهذه، بالنسبة لهذه لا تساوي، هذه الخمسة لا تساوي خمسة، يعني ترو ولا فولس؟ فولس، بغض النظر عن مين؟ عن النوع، بغض النظر عن النوع. فهذه فولس لأنهم متساويات. ما هيك؟ ترو، بغض النظر عن مين برضه؟ ما طلعش النوع هنا برضه ترو، غير متساويات فعلا. بينما هيك هل هم غير متساويات؟ اه، لا متساويات في القيمة ولا متساويات في مين؟ في النوع. طيب هيك هل هم متساويات؟ لا مش متساويات قيمة صح؟ فهذه برضه نتيجة ايش؟ ترو. احنا قاعدين بندور على عدم التساوي، مظبوط ولا لا؟ الا لو كانوا هيك ايش بترجع؟ اختلفوا ايش هان؟ قيمة. اه هترجع ترو صح؟ لانهم مختلفين في لانهم هم متشابهين. هل هم نفس القيمة؟ اه، عدم التساوي ايش ماله؟ فولس، مظبوط ولا لا؟ هل هم لا يساووا بعض؟ فولس، يساووا بعض صح؟ بيساووا بعض ففولس. يبقى هذه تديني عدم، تديني ترو اذا كانوا غير متساويين اما قيمة اما نوعا او اثنين مع بعض صح؟ زي ما هذه تديني ترو اذا كانوا ايش؟ متساويين قيمة ونوعا. ماشي يا جماعة، فهمنا الفرق بينهم؟ يبقى هذه بتطلع على النوع، بتطلع على النوع، هاي بتطلع على النوع، بس هاي بتطلعش على النوع، هاي بتطلع على النوع، هاي بتطلعش على النوع، هاي بتطلع على النوع، النوع اه. طبعا الاكبر والاصغر، اكبر او يساوي، الاصغر او يساوي، ايش فيهم اختلاف؟ واضح يا جماعه؟ لما تقول لي بوليان اوف، بوليان فانكشن بترجع لك هل ترو او فولس. بوليان اوف اي حاجه له قيمه ترو، بوليان اوف الصفر فولس. ليش ملوش قيمه؟ البوليان اوف الصفر فولس اه. ما بقول في 10 3 4 سالب 5 هل وفولس كله ايش بترجع؟ ليش طيب؟ من مين جاي عفوا؟ طيب نكمل. بالنسبه للجافا سكريبت فانكشنز زي الفانكشنز الاخرى يعني انت عارفيها، بينفع تعرف الفانكشن ها تقول ايه فانكشن كي وورد اسم الفانكشن بواس بدي البارامترز صح؟ او تعرفيه شوف كيف الشكل هذا زي ما عرفناه في الاوبجكت، بس تخزني النات، تخزني الفانكشن جوا فاريبل فار اكس تساوي فانكشن. شو اسم الفانكشن؟ هل بدها اسمها؟ لا طب شو اسمها بكون؟ اكس. خلاص زي ما قبل شوية قلنا ايج نقطتين فانكشن صح؟ هل بقول فار اكس بتساوي فانكشن. فانا عشان استدعيها يعني بنفع اعمل زي هيك، بنفع اعمل فانكشن زي هيك، اقول ها فانكشن فانكشن اكس بتساوي فانكشن اكس وقطع قواس، او اقول له ايش؟ فار اكس بتساوي فانكشن وافتح اقواس اه. نفس الحاجه مفهوم. والان هذه بنسميها اكس 2، او هذه نسميها فن، وهذه نسميها فن 2. واضح يا جماعه؟ فممكن اديها انت خليها تاخذ بارامتر A و B هم البارامتر، وتعمل ريتيرن ل A زائد B، يعني عملية كونكات اه. ونفس الحاجة هاي، هاي بتاخذ A و B وبترجع ناتج ايش؟ كونكات تاع A و B. فإذا بقول له هان كونسول دوت لوج الفن الأولى هذه، وبعطيه له مثلا اكس واي، شو هيطبع لي هذا؟ اكس واي صح؟ عملية كونكات ما بينهم اكس واي، ناقصين. فهو استدعي مين؟ فن اثنين هذه،
بمعرفة جوا الفاريبل. ايش اداني؟ برضه اكس واي ار بالطريقتين نفس الكلام. مفهوم؟ تاخذ على شغله، لو هان ما اعطيتي فن اثنين تاخذ او هيك ما اعطيتهاش واي، هي كم فاريبل بدها؟ كم بارامتر بدها؟ اثنين. ايش قيمه بي بتكون؟ undefined. اكس undefined ده عملت كونكات مع undefined، مفهوم الكلام؟ يعني بدي يجيش ايرور زي الجافا انه بدي اثنين بارامتر، لا بعتبر بي ايش مالها؟ undefined. واضح يا جماعه؟ واضح تعريف الفانكشن بالطريقه هاي والطريقه هاي؟ فايش قيمه واي هان؟ لان اذا ما بقول عشان اذا بقول بيفحص اذا ما اعطاهوش واي، يعني اذا واي بتساوي undefined ايش حطه هو؟ صفر، يعني اعتبر الواي الديفولت تبعها صفر، لو ما اعطاهوش واي فالواي قيمتها صفر. في الفانكشنز بس هذه فانكشن زي هذه هل بتاخذ بارامتر؟ هل بتاخذ بارامتر؟ بالطريقه بتاخذ بارامتر؟ لا ما فيش بارامتر تاخذهم صح؟ طيب اذا استدعتيها زي هيك واعطيتيه قيم أربع قيم، بتروحي هان لو قلتي له كونسول دوت لوج للارجيومنت تلاقي اري فيها بلت ان اسمها ارجيومنت مخزن فيها القيم كلهم هذول. يعني لو عدد الارجيومنتس تبعتك او البارامتر انت مش عارفاه، مش عارف تحط اي وبي وسي ولا اي ولا اي بي سي دي اي اف، مش عارفه كم بارامتر حيجيك هون بتلاقي بتحطيش هم بارامتر، وهم منو بتلاقي البارامتر موجودات؟ تلاقيهم في الارجيومنت، كل فانكشن فيها داخلها اري اسمها ارجيومنت. لو انت بتكيش اياه بتكيش تحدد عدد الارجيومنت بتقول له اديني قد ما بدك وانا بلاقي الارجيومنت وين؟ داخل اري اسمها ايش؟ ارجيومنت. مفهوم؟ هذا ايش راح تطبع لي لما استدعي الفانكشن هذه ايش راح تطبع لي؟ تطبع لي اري فيها 5 3 6 5، مفهوم؟ مين عرفها الارجيومنت هذه؟ شايفينها هي؟ مين عرفها هذه الارجيومنت؟ لحالها باي ديفولت. فشوفوا هذا المثال ايش عامل، هو عامل فانكشن اسمه سم اول. هل بتاخذ ارجيومنت؟ في التعريف لا، لما استدعاها اعطاه قيم وبقول لقاهم لف عليهم داخل اري، لقاهم داخل اري اسمها ايش؟ لف عليهم من صفر للارجيومنت ناقص لينث للارجيومنت دوت لينث، وكل مره صار يعمل ايش؟ عمليه سم الفاريبل هذا. مفهوم يا جماعه؟ مفهوم ايش عمل؟ يبقى في عندنا بلت ان اوبجكت اسمه ارجيومنت، شو بكون جواته؟ كل الارجيومنت اللي بتنعطى للفانكشن. متى هذه بتكون مفيده؟ اذا عدد البارامترز اللي انا بدي تجيني على الفانكشن مش معروف. حسب هي المحاضره الاولى بتقول لك الزائد اذا هم انتجرز، اذا هم نمبرز بجمعهم، اذا في ما في ستيم فوق جمع الا لو لقى واحده منهم ايش؟ سترينج ببلش يعمل كونكات، بصير يعمل كونكات يعني جمع. طبعا نيجي نحكي عن موضوع السكوب، عشان افهمكم السكوب خليكم معي. في عندي كود لما اقول بار اكس بيساوي 5، ايش قيمه اكس الان في كل الكود؟ 5. جيت داخل فانكشن قلت له كونسول دوت لوج للاكس، ايش قيمه اكس؟ برضه 5. جيت زودت اكس هان في الفانكشن، جمعت على اكس 1، جيت هان بعد ما استدعيت الفانكشن طبعت اكس، ايش قيمه اكس؟ 6. يبقى الاكس اللي داخل الفانكشن والاكس اللي برا الفانكشن هي ايش؟ نفس الاكس. مظبوط؟ بس لو جيت داخل الفانكشن وكتبت كمان مره بار اكس بتساوي 0 وبرا بار اكس بتساوي 5 وجوه الفانكشن طبعت اكس، ايش قيمه اكس؟ 0. ما فهمتوش علي، ماشي. شوف علي، هاي فانكشن، اوكي؟ هذه فانكشن اسمها فن صح؟ بدي هنا اجي اقول له كونسول لوج لاكس، وهان فار اكس بتساوي 5. حلو الكلام؟ وهان بس استدعيها الفانكشن ما تعملش حاجه. وهان نفس الحاجة كونسول دوت لوج لمين؟ لاكس، ايش هتطبع هذه؟
خمسة، وهذه خمسة، متأكد؟ لازم ألاقي في الأول خمستين، خمسة وخمسة، مظبوط؟ لو اجت الفانكشن هذه قبل ما تطبع قالت اكس بتساوي اكس زائد واحد، شو قيم اكس اللي هتنطبع؟ يعني هاي هتطبع ستة ولا هتطبع قديش؟ ستة، لأن الاثنين بعدلوا على مين قاعدين؟ على نفس الاكس، مفهوم؟ بس لو جيتي هان قبل ما تزوديها قلتي له فار اكس بتساوي صفر، هذا راح يطبع واحد، بينما هذا خمسة. برافو عليك، صارت اكس هذه الان لما عرفتيها من جديد هذه اكس تاعت مين؟ هذه الفانكشن صارت. بس لو هيك، لو عملتي هيك اكس صارت نفس الاكس اللي برا نفس اللي جوا، فهمتوا علي؟ لما تعيد تعريفها من جديد بصير في عندنا اكسين، اكس اللي برا قديش قيمتها صارت؟ اكس اللي جوا قديش؟ صفر جمع عليها واحد فواحد، اكس اللي برا ما حد تغير عليها فضلت قديش؟ خمسه، فهمت علي؟ ف بقى خلاص صارت اكس ثانيه، صارت فاريبل خاصه بالفانكشن. فهذه اذا كانت داخل فانكشن وهذه برا بسميها جلوبال، هيك هذه وهذه فوق هذه غير عن فوق هذه، صح؟ بس لو هاي كانت داخل فانكشن صارت هذه فوق نفس اللي مين؟ اللي برا، فهمت علي؟ مفهوم يا جماعه؟ بس مش كتير، مش كتير علم يعني. طيب الماث، ما في عندنا اوبجكت اسمه ماث، هذا الاوبجكت او هذا الكلاس اللي اسمه ماث ستاتيك، كل اللي فيه ستاتيك، فانكشن وبروبرتيز. لما تلاقي، لما نحكي لك فانكشن ستاتيك ايش يعني؟ يعني ممكن الوصول لها بدون ما نعمل اوبجكت، بس من خلال اسم الكلاس. فلما فانه بده في جاي نعمل منه اوبجكت، لو قلت له ماث دوت اي دوت ثوابت، قيمه الاي قيمه الباي، قيم ثابته هاي في الماث في الرياضيات، ابسوليوت الاكس ايش رجع؟ ابسوليوت ايش رجع؟ القيمه المطلقه للموجب موجب وللسالب سالب. سيلينج وفلور، سيلينج بتساوي بقربوا الى اكبر رقم، يعني 5.1 ايش بتصير؟ 6. فلور 5.9 في الفلور ايش بتصير؟ 5.9 بتصير 5. انا ليش تضحكوا؟ انا مش فاهم. الخمسه الفلور بتصغر والسيلينج بيسوي كبر، الراوند تقرب، يعني 5.1 بتصير 5 و5.9 بتصير 6. كوزاين والساين، بحسب الكوزاين والساين لقيمه معينه. الماكس والمين شو بيسووا؟ اكبر قيمه واصغر قيمه. راندوم بجيب رقم عشوائي ما بين الصفر والواحد، لو قلت لك بدي الرقم من صفر ل 100 جيبي راندوم من صفر لواحد واضربيه في 100، باور اكس واي، اكس اس واي. في طريقه ثانيه نعملها هذه اكس اس واي، حكيت لكم عنها. اكس اس واي النجمتين، اكس نجمتين واي، حكيت المحاضره الماضيه انا. اللوج والسكوير جذر واللوج للرقم، واضح؟ في شيء، في شيء غريب في الكونديشنز، يعني ما فيش فيها تفاصيل كثير الكونديشن. في عندنا اف والس، والس اف وسويتش. اشرحي لنا انت اول سلايد، طلع فيه اشرحي لنا ايش مكتوب فيه. حداش يعني راح يطبعها ولا مش راح يطبعها؟ برافو عليك، يعني هيحط كلمة جود داي في الاشي اللي اي تبغى دي. كان الاف والالس مفهومة، اف كل شيء. برافو عليك، اف الس، اف الس سويتش، هات الكيسز. بدك تكونوا عارفين ان المقارنه هان في السويتش هي يساوي يساوي يساوي، يعني لازم يتساووا، لازم يتساووا في النوع وفي التايب، في النوع وفي القيمه، حسب الحاله اللي بتطلع فيها. شو
لا بحط شحنه بس الكيس لحاله بقاله، ما بقاله بس المقارنه اللي بيعملها الكيس هي كيس مين؟ اه شكل البقاله بتاعت هي الثلاثه يساوي بتاعت احنا ما بنحطش يساوي اصلا الكيس، احنا بنعرف كيس اه نعرف كيس اكسب اه مش فاهم علي. السويتش بتقارن لحالها، احنا ما بنحط يساوي او اثنين يساوي او ثلاثه يساوي، ما بنحط، هو بيقارن الاكسبريشن مع الكيس، كيس اكس كيس واي كيس زد، بيقارن الاكسبريشن النهائي مع الكيس زي انت عارفها اه مثلا هر خمسه تحط انت هنا اكسبريشن مثلا اكس زائد مثلا الفصول الأربعة. بالضبط بالضبط، فلازم يكون المدخل للكيس والكيس اللي بيقارن فيها نفس النوع ونفس القيمه عشان يفوت في الكيس. اه هان اذا ستة بفوت على الاولى، اذا الكيس صفر في الديفولت بروح وين؟ على الاخير، يعني اذا لا صفر ولا ستة بروح على الاخير. لازم طبعا في كل اخر كيس في بريك عشان ما يفوتش وين؟ على تحتيها. هان كيس اربعة وكيس خمسة بيعملوا ايش؟ نفس الشغل. كيس صفر وستة كمان ايش؟ نفس الشغل، لان ما فيش بينهم بريك على الديفولت. مفهوم يا جماعة؟ اخر حاجة اللوبس اليوم. اللوب في عندنا فور، في عندنا فور مع ان، فور مع اوف، وايل ودو وايل، هذول اللي جد عليهم مظبوط. شوف عليه هاي فار اري تساوي فيها قيمة ستة اثنين وفيها هالو وفيها ترو، كم قيمة في عندنا هان في الاري؟ أربعة، بدي ألف عليهم فور لوب. فور لوب اللي بتعرفوه أنت في الجافا بتعرفوا فاريبل اسمه اي بيساوي ببلش من زيرو، اي أقل من الأري دوت لينث، اي بلس بلس بتفتح قوسين، وكل مرة مش مشكلة مش برنت بدنا نعمل ايش هنا كونسول دوت لوج للاي بيطبع لي مين؟ الاندكس 0 1 2 3 صح؟ اما الاري اوف الاي بيطبع لي مين؟ القيمه. الاري اوف الاي بيطبع لي مين؟ القيمه، فافترض ايش يطبع الان؟ 0 6 1 3 2 هلو 3 ترو صح؟ واضح؟ هذا طريقه من الفور. جميل؟ الان لو عندي هذا الاوبجكت هذا الاوبجكت مرتب بقدر الف عليه بالاي، لانه هو مش مخزن عند صفر واحد من ده، مخزن وين هو؟ عند الكي مظبوط، فكيف بدي الف عليه؟ فهم تيجي مع بيجي عندنا فور مع ان، فور اي اسم متغير ان الاوبجكت ايش قيمه الاكس هان كل مره بتصير؟ واحد من الكيز هذول كي 1 كي 2 مرد، فهمتوا علي؟ فالان لو جينا هان طبعا وقلنا له كونسول دوت لوج اكس ايش قيم الاكس هان؟ قبل افصل بينهم كونسول، افصل بين الطباعه الاولى والثانيه اوكي، هنحكي على تحت اللي بيساوي اه ايش طبع هان؟ كي 1 كي 2 مرد مظبوط، فاذا بدي الفاليو بقول ايش؟ الاوبجكت اوف الاكس مظبوط، فهيهم كي 1 ميسي كي 2 29 ميريد فولز، مفهوم يا جماعه؟ في عشان تلفي على الاري كمان مره باستخدام برضو مش الاي، فور مع اوف يقول لي فور واي اوف الاري ايش قيم واي هان؟ الفاليوز، يعني قيمة واي الأولى ايش هي؟ قيمة واي ايش هي؟ 6 واضح؟ 3 هالو 3 هالو ترو واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ يعني في عشان تلف على الأريه عادية يا ب4 مع اوف يا ب4 مع الاي مع الاندكس، عشان تلف على اوبجكت ما لك حل غير مين؟ فور مع الان
مفهوم؟ طبعا بالنسبه للباقيات اللي هم الوايل والدو وايل تعرفوهم، الفور هاي حكيناها، فور ان حكيناها، فور اوف، الوايل والدو وايل معروفات صح؟ هاي الفور، فور مع الاي، هاي الوايل اللي ما بفوت الا يكون الشرط متحقق. الدو وايل ايش ميزتها؟ بفوت اول مره حتى لو الشرط مش متحقق، بعدين بشيك على الشرط. البريك ايش بتعمل؟ تاخذ الشرط لا خلوش يحط مرة ثانية. بس هي البريك بتعمل لحالها، توقف اللوب بغض النظر اذا كان في شرط، حسب بتفوت عليها اذا عندي الشرط، اذا في الشرط اي شرط، لو في الشرط لو شد، لو حطيت بريك هيك بدون يطلع مرة ويوقف. مش هيطبع حاجه اصلا، مفيش حاجه قبلها يعني. عندما بيوصل البريك سواء هي داخل شرط او مش داخل شرط بوقف اللوب، مفهوم؟ انه انا بوقفها وقت يعني شرط، اوكي صح كلامك، بس قصدي لو عملت بريك بدون شرط لما بيصلها بيقف، يعني مش هكمل اللفه اصلا، مظبوط؟ كونتينيو ايش تعمل؟ بوقف الاتريشن، الاتريشن هذه بوقفها، مفهوم؟ البريك ايش بيسوي؟ توقف اللوب كلها تروح على اللي بعديها يعني. الكونتينيو بتوقف اللوب وبرجع، وقف الاتريشن هذه بوقف الجوله هذه او اللفه هذه وبرجع كمان مره عادي، حيرجع يروح الاي الثانيه اوكي. بس البريك يعني الاي بتساوي ثلاثه، بوقف خلاص الفور بروح على الاشي التحتيه، واضح؟ هذا بالنسبه لليوم. هل عنده سؤال يا جماعه؟ الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله.